مين اكتر لاعب كنت تتمنى يكون موجود في فريقك؟ طبعا اللعيبه بتاع زمان النظيفه زي محمود الخطيب وفوز سكوتي والناس النظيفه بتوع زمان ما تتعوضش وما فيش منهم دلوقتي. عبد الله السعيد اللي كان في الاهلي. كنت بتمنى كهربا وهو جه الحمد لله. يعني انا نفسي عماد حمدي دونجا. ليونيل ميسي. كلوبالي. محمد ابو تريكه. احمد فتحي. ليه بقى؟ عشان عندنا شيكابالا اللي ماسك الديفندر عندنا، فمحتاجين حد يكون صغير سن ويكون بنفس مهارات برضو بتاعت شيكابالا. الراجل لعيب وكان اسماعيلاوي وكان بيلعب حلو في الاسماعيلي وادى في الاهلي وبطولات، والراجل كان ضابط نص الملعب. لا على وضعه يعني، لانه كان محب للاهلي وراجل ذواقة فنان جدا جدا كموزع الكرة. لعيب بيراميدز احنا محتاجينه بصراحة في نص الملعب مع طارق حامد ومع فرجاني ساسي، عشان لما بيتصابوا واحد منهم الدنيا عندنا بتبقاش مظبوطة، عشان محمود عبد العزيز ما بقاش مصاب ومحمد حسن بقاله كتير ما بيلعبش.